هذه اللحظات هي الحفل الكريمة تم انطلاقة الشوط الحادي عشر في المجموعة الشوط السادس لفئة البكار من مسافة 3 كيلومترات في سباق الأصايل الأسبوعي لفئة الحقائق اللي في أول المراكز في هذه اللحظات هذه بنت الباز للسيد سعيد بن سالم بن زيوح المري مع بنت الباز في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذه المتحدة للسيد سعيد بن سالم المسعود المري في السلة الأول المراكز ثاني المراكز، هذه شواهين لسيد حمد فرج المري مع شواهين في هذه اللحظات في الثانية المراكز، أما اللي في ثالث المراكز من الجانب الأيمن هذا مش يحصل للسيد سعيد بن حمد باللي زي حل المري في ثالث في رابع المراكز وخامس المراكز والسلة التي إلى ثالث المراكز عادي تشريف للسيد سالم بن محمد المري في هذه اللحظات في رابع المراكز تشريف للسيد سالم بن محمد المري اللي في أول المراكز حتى هذه اللحظات هذه شواهين لسيد حمد بن فرج المري في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز المتحدة لسيد سعيد بن سالم المسعود في ثاني المراكز، ثالث المراكز اللي من الجانب الأيمن في ثاني المراكز هذه بنت الباز السيد سعيد بن سالم باللي زيح المري في الثاني المراكز، ثالث المراكز الشاهينين لسيد علي بن محمد المحميد في ثالث المراكز، رابع المراكز المتحدة للسيد سعيد بن سالم المسعود وخامس المراكز هذه مش شخص للسيد سعيد بن حمد باللي زيح المري. اللي في اول المراكز شواهين لسيد حمد بن فرج المري وفي ثاني المراكز اللي واصل في هذه اللحظات هذه الشاهين لسيد ثامر بن محمد المري واصل شواهين في هذه اللحظات للسيد ثامر بن محمد المري مع شواهين في ثاني المراكز، اما اللي في ثالث المراكز اللي في ثالث المراكز هذه الشاهينية للسيد علي بن محمد المحميد في ثالث المراكز، أما اللي في الرابع المراكز هذه بنت الباز للسيد سعيد بن سالم اللي زيحة في خامس المراكز مشيخصة للسيد سعيد بن حمد باللي زيحة المري. نروح مع اللي في أول المراكز هذه اللحظات، ولكن هذا التسلل الخطير وركز لي على هذا التسلل يا المخرج يا علي ابو شارب، ركز على هذا التسلل، هذه اللي تسللت هذه الشاهينية او للسيد ثامر بن محمد المري في هذه اللحظات تسللت وانتزعت المركز الاول، اما اللي في ثاني المراكز في هذه اللحظة شواهين للسيد حمد بن فرج المري، ولكن شواهين الشاهينية للسيد ثامر بن محمد المري انتزعتها المركز الاول بدون اي اوامر، وسلام يا الغرافة سلام على هذا الفوز، واشكرك يا مسعود يا بن جابر على هذه المتابعة، متابعة الشاهينية للسيد ثامر بن محمد المري، وهذا الاخراج مع السيد قطبي سالم وليست مع علي بوشارب اصغر مخرجي سباقات الهجم في الخليج، ولكن هذه الشاهينية للسيد علي بوشارب المري انتزعت المركز الاول وسيطر السيطرة تامة، ركز لي على المسافة يا قطبي يا سالم، ركز على المسافة وشوف هذا الإخراج يا علي أبو شارب وتعلم من هذا الإخراج، هذه الشاهينية للسيد ثامر بن محمد المري انتزعت المركز الأول، يقول تهانينا والناموس على هذا الفوز للسيد ثامر بن محمد المري، واشكرك يا سعيد على هذه المسايرة وعلى هذا الأداء، وشكرا لك يا ثامر يا بن محمد المري على هذا الفوز. أما اللي في ثاني المراكز اللي وصلت هذه الشاهينية وتعود ملكية الشاهينية للسيد علي بن محمد المحميد، ثالث المراكز اللي وصلت في ثالث المراكز رقم 8 الشاهينية للسيد عبد الله بن علي آل سلعان، عبد الله بن علي آل سلعان المري، والتوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 44 ثانية 45 جزء
من السنة تهانينا والناموس للسيد ثامر بن محمد المري.